السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، معاكم واحد وحشتوني جدا. وصفة النهاردة مفيش بعد كده، فظيعة فظيعة. جربتها على شعري، فردت الشعر بشكل غير عادي. هتجربوا وتشوفوا بنفسكم النتائج المبشرة ان شاء الله. حط لايك وانت بتسمع الفيديو عشان بنات كتير تستفاد زي ما احنا بنستفاد. ورجعنا تاني يا حبايب قلبي. هفرد الشعر النهاردة باستخدام الطماطم. الطماطم طلعت فظيعة في فرد الشعر، خلي الشعرية كده مفرودة جميلة جدا ورطبة قوي قوي، مليانة بروتينات عالية جدا. هاخد الطماطميتين دولت اعملهم في الخلاط، افرمهم في الخلاط، واخد العصير بتاعه بتاعها، العصير بتاعها تمام. عايزة بقى تبشريها براحتك، المهم نحصل على عصير بالشكل ده. لو نخلينا كده نصحين وشاطرين ان احنا نحضر المقادير مع بعضينا كده مع نفسنا، يعني سوري، يعني انت شعرك كثيف شوفي انت تاخدي مثلا طماطمتين كبار حلوين تمام، شعرك يعني طماطمتين صغيرين كده تمام. اكيد انا عصرت الطماطم. هاخد معلقه كبيره من الرز المطحون ومعلقه كبيره من الكورن فلاور او النشا، تحفه تمام. بحطهم كده كله على البارد، بسم الله. كله على البارد كده يا حبايب قلبي، ادور كويس جدا. شعري برده كثيف، بحط معلقتين من الارز المطحون واثنين من النشا، واقلب كويس جدا بره كده النار، سوري بره البوتاجاز يعني. بعد كده باخدهم على درجه حراره متوسطه، يبداوا في الغليان ونحصل على قوام كريمي زي حمام الكريم كده، ونرجع نشوف هنعمل ايه. ورجعت تاني يا حبايب قلبي بعد ما حصلت على قوام كريمي بالشكل ده، شايفينه اهو زي حمام الكريم بالظبط. يبرد شويه، عندك اي نوع زيت، زيت لوز حلو، زيت زيتون، زيت خروع، زيت سمسم، زيت جوجوبا، زيت افوكادو، اي حاجه عندك، زيت جوز هند ما عدا زيت اللوز المر تمام. طيب باخد معلقتين كبار وبحطهم على الخلطه بتاعتي. انا عندي زيت رشوبة. الزيت ده تحفة تحفة تحفة، بس يكون من حد موثوق فيه يعني، شكرا، يكون حد موثوق فيه يعني اصلي اصلي تمام. بسم الله، واحد اثنين. بيطول الشعر جدا يا بنات، جدا جدا جدا. زيت الرشوب ده حلو، بقلب كويس جدا زي ما انتم شايفين كده لحد ما كل الزيت يدوب مع الوصفه بتاعتي تمام. طيب طريقه الاستخدام ازاي بقى يا وعد؟ على الناشف بسرح شعري كويس جدا، ما بسيبش حته فيه مش متسلكه. بنزل اعمل تنشيط للدوره الدمويه، بنزل راسي لتحت بشعري كده وابدا اسرح من شعري من تحت كده، كده شعري هيبقى نازل كله تحت كده، ابدا اسرح كده، افك كل التشابكات اللي في الشعر واعمل تحفيز للدوره الدمويه، وسلكت شعري كله. برجع بروح خالص عشان ما ادوخش كده، اسرح برده من ورا، سوري من قدام لورا كده، وبفرد الشعر. باخد يعني بقسمه اربع ارباع كده، باخد اول كام ربع كده، باخد اول ربع وابدا اخد منه الكميه بتاعتي، وانا بحط انزل واسرح، وانا بحط انزل كويس واسرح بايه بالمشط اللي معايا او الفرشه تمام. الحاجه يعني الجنب اللي انا عامله ما لفهوش ولا اي حاجه، برفعه كده باي مشبك صغير كده، بنسى مشبك كده تمام، يعني مش بلفه يعني نعمل كحكه كده ولف، لا انا بفرده كله وبعد كده بطبقه تطبيقتين كده واعمل بالبنسة الجزئين كده، الاربع اجزاء على كده. بحط وراهم كيس بلاستيك او بونيه، او لو ما عندكيش ده كله ورق الفويل اللي هو ورق القصدير، بتلفيه على شعرك كله وتلبسي طرحه وتقعدي ساعه او ساعه ونص بالكتير تمام. بعد كده بتدخلي تغسلي شعرك وشوفي جمال الشعر. عايزه تغسلي بمعنى اي شامبو غير اللي انا هقول عليه ده، شامبو اطفال، شامبو مواد طبيعيه، سوري اعشاب طبيعيه، او شامبو طبي. لو الثلاثة دول مش هتستخدميهم وهتستخدمي نوع تاني، يبقى هتعملي كالتالي: تاخدي كمية من الشامبو اللي انت هتحتاجيها للشعر، تحطيها في كوباية من المية، ربع كوباية، وتدوبيهم وتنزلي بيهم، لأن ما ينفعش تنزلي بالشامبو أصلي كده على فروة الرأس، لأن خطر كبير جدا تمام.
الحاجات دي كلها سلفيات وبتأثر على الشعر قوي. شامبو التاني بقى التلاتة اللي انا قلت عليهم دول اغسلي على طول، غسلتي ونزلتي الكميه بتاعتك من على الشعر، تخرجي تحطي بقى اي حاجه مرطبه للشعر براحتك خالص مش هتحتاجي، بس لو انت بتحبي الزياده. وبعد كده تلفي دوامه، تلفي شعرك طاقيه، سيبيه ساعه على الجنب ده وترجعي تلفيه على ساعه الجنب ده، يعني وفرجي على شعرك بقى وابهري زوجك بقى وابهري نفسك، واقعدي بقى تقلقي براحتك في الشقه. جربوها ومحدش يتكلم غير لما يجرب ويقولي النتائج كانت ايه. استخدميها بالظبط زي ما انا قلت، ان شاء الله هتلاقي نتائج مدهشه جدا. يا رب النهارده اكون افدتكم واكون وصلت لكم معلومه كويسه.